عندك شيء؟ مرة عجلا المهندس عنده مشاركة. عبد العزيز رباح، الله يحييكم ابو علي وابو ناصر وعلي وربيع، يا مرحبا والله. والله ضفتوا لنا الليلة وغيرتوا لنا جو، ونبغى نسمع منكم بعد المزيد. لكن انا عندي ابيات لاخوي عايش في الخرج. الخرج اكيد عاد تعبرون من عندك. يقول الخرج: الخرج فيها انولدت وعشت فيها وكبرت، واجمل مراحل حياتي فوق اراضيها، يا كبرها وسط عيني بعينها ما صغرت، هي تفتخر بي وانا اللي مفتخر فيها، ما يوم مثلتها بالشين ولا قصرت، مدات روحي لها يوم اني عطيتها، كانت عيون ونخيل وشموخ كل ما نظرت، كانت مزارع كبيرة من يضاهيها، كانت قصور الملوك وكل منسى ذكرت، ان نرضها خير من ربي لها ليها، في ظل حكامنا آل السعود شامت ومرت، شعري خلت شعوري يوم اغنيها، اشوفها اليوم غير بزينها وانبهرت، تغيرت والتطور صار كاسيها، وحمدت ربي على ما هي عليه وشكرت، ودعيتها ودعيته انه من العدوان يكفيها. والله سلامتك. هذه مشاركه بسيطه. والله يبيض وجه ابو عقاب وابو محمد. وجهك طال عمرك ابو علي. كان عندك شيء؟